متى سيصل آخر فريق إلى العراق؟ يعني يكتمل وصول الفرق للعراق أي يوم؟ يوم أربعة آخر كل الفرق توصل تكون تكتمل. ملاعبها جاهزة، ملاعب التدريب وتوقيتات لله الحمد كل شيء جاهز، السيارات جاهزة، كل الأمور اللوجستية متوفرة. بعدين أنا يمكن شفتني دا أتكلم ويا الأخوان دا أسألهم عن دخولهم من يعني عبر الحدود البرية، المنفذ الحدودي كيف كانت الإجراءات؟ فكانت إجراءات سلسة، ولذلك يعني حتى الإجراءات صارت سلسة بشكل كامل حتى لا يعني تسبب ضائقة أو للأخوة الخليجيين والتأخر في موضوع الوقوف أو البقاء في المنافذ الحدودية، والكل في دائرة الجنسية والجوازات، الجهات الأمنية، كل شيء في الآن البلد مستنفر. صحيح. يعني يمكن يعني راح أفاجئ الناس، الأخ دولة رئيس الوزراء يعني متواصل ويانا بشكل يومي ويطلع على كل تفاصيل العمل فيما يخص البطولة. ولذلك احنا اقول لك اليوم الجميع حريصين على انجاح هذا الحدث، وهذا الحدث سيغير، انا متأكد سيغير النظرة بشكل كبير حتى داخل الدولة في احتضان الفعاليات على المستوى العربي والدولي والأقليمي.